السلام لقديس عظيم كامل طاهر حاكم يا لك له التكريم. السلام للشهيد أبنوب ولد ابن هيسى من مريم القديسة وأبو مارا. السلام للشهيد أبنوب بعد 12 سنة انتقل للسماء وتركوا في صبا. السلام للشهيد أبنوب ذهب لكنيسة الأبرة ليتناول من الأسرار في وداع ووقر. السلام للشهيد أبنوب في عظات القدس ما عند قلديانوس واضطهاد لشعب إيسوس. السلام للشهيد أبنوب ذهب القديس وباع الذهب والمتع وأعطى للجيع. السلام للشهيد أبنوب وصلى إلى الله يطلب مكان الويلة لينال إكليل الشهادة. السلام للشهيد أبنوب ظهر له ميخائيل من قبل عمانوئيل ووعده بالإكليل. السلام للشهيد أبنوب أمر الوالي بجلده أرى أربع مرات على بطنه فخرجت أحشاؤه. السلام للشهيد أبنوب أتى الملك وشفى ومن الولي نجا وقام بكل قوة. السلام للشهيد أبنوب صار الولي كالمجنون وقال القوا في السجن مع إخوانه المسيحيون. السلام للشهيد أبنوب شجع كل المسجونين تمسكوا بالدين وقالوا نحن مسيحيين. السلام للشهيد أبنوب أمر الوالي بتجمعهم وقتلهم بأجمعهم أكثر من ألف عددهم. السلام للشهيد أبنوب فعلق أبنوب على صار المركب واتجه إلى أترب. السلام للشهيد أبنوب نازف أنف وفا فأتى الملك وشفى وفك رباطاته. السلام للشهيد أبنوب شل وليس من ندوى عمي الجنود فأمنوا بالحي الموجود. السلام للشهيد أبنوب أعلنوا إيمانهم فعفى الرب عنهم بصلاة قدسهم. السلام للشهيد أبنوب واعترفوا بالمسيح أنه الإله الصحيح الذي فيه نستريح. السلام للشهيد أبنوب اغتظ ولي اترم من إيمانهم العاجب فقطعهم إربا إربا. السلام للشهيد أبنوب وأتى بالقديس ودعا أن يقف وسط الويلة فلم يخشى أمره. السلام للشهيد أبنوب فأمروا بتعذيبه بكي جسده وحرق أعضاؤه. السلام للشهيد أبنوب فأتى يسوع وشفى ومن الحق نجا وبالملائكة قوى. السلام للشهيد أبنوب وقطعوا رجله وأيضا يدي ليقضوا عليه. السلام للشهيد أبنوب أتى الملك وشفى ومن
من الوالي نجا وقام بكل قوة. السلام للشهيد أبنوب وبعد عذابات شديدة وقسوة مريرة الإكليل الشهادة. السلام للشهيد أبنوب تفسير اسمك بأمواج كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الشهيد أبنوب أعنا أجمعين. خين إن إفران إم في I'm